فكرة 48 ساعة ببساطة جدا هو ان احنا نجمع مجموعة من الشباب، بعضهم عندهم فكرة شوية صغيرة على تصوير الافلام، بعضهم عندهم فكرة عن HIV، بعضهم عندهم فكرة عن الاتنين، نجمعهم الاتنين مع بعض والناس دي كلها مع بعض ونديهم بعض التقنيات البسيطة قوي عن صناعة الافلام، بس الاهم كمان معلومات عن HIV. يمكن الفكرة دي اول مرة نعملها في مصر. كان في كنت شخصيا كنت قلقان شويه ان هو مش متاكد هيطلع ازاي البرودكت، هيطلع ازاي الافلام، تطلع شكلها عامل ازاي، الداينامكس بين الناس، تقضون 48 ساعه بس ان هم يكتبوا سكريبت، يتفقوا على الفكره، يصوروا، يعملوا مونتاج الصوت. بس فعلا النهارده كانت يعني حاجه مشجعه جدا، ودي الواحد كان مبسوط لما شاف اربع افلام يعني قمه الاحترافيه، افلام نقدر ان احنا نستخدمها في سواء في جلسات تثقيف الاقران او كانت في الشغل بتاعنا او عن طريق الاعلام الاجتماعي سواء مواقع اجتماعيه او غيره. يمكن المكسب الحقيقي كمان النهارده روح الناس اللي هم شغالين مع بعض، وقد ايه ان هم كانوا مهتمين جدا، هم لازم يخلصوا في الوقت، لازم يخلصوا الفكره دي. انا بالنسبة لي الفكرة دي نجحت، ان انا حسيت ان الناس المجموعة اهم حاجة ان هم قدروا ان هم ياخدوا، مش بس ياخدوا فكرة صحيحة على HIV، انما ان هم ازاي يوظفوا الفكرة دي في استخدام بعض الفكرة دي عن المعلومات الصحيحة على HIV في ان هم يبروديوس او ينتجوا افلام فيها احترافية عالية جدا في 48 ساعة، ان هم اشتغلوا في فرق مع بعض. يمكن ده انا شخصيا شايف ان هو حاجة انا شخصيا فخور بيها جدا، وفخور جدا بالمجموعة اللي تم اختيارها. من المهم قوي ان احنا نشكر شبكة واي بير مصر على مجهود المتواصل في التعلم من اجل الترفيه، لكن من المهم كمان ان احنا نشكر واتس اب يوث على المجهود اللي هم عملوه في انجاح المجهود ده بشكل كامل، اتوجه لهم بالشكر. واحنا كصندوق أم متحدة للسكان بالتأكيد هنكمل في استخدام التعلم من أجل الترفيه باستخدام أدوات مختلفة، ودي حاجة مشجعة احنا نستمر في هذا المنهاج.